أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله فالله يحكم بينهم يوما القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ثم وجه الله إن الله واسع وقالوا اتخذ الله
سبحانه 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 بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون له ما في السماوات والأرض كل له قانتون كل له قانتون بل له ما في السماوات والأرض كل وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماء بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم تشابهت قلوبهم
قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون واتقوا يوما واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا عدل ولا تنفعنا شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الرحمن محمد عالم التلاوة بمصر والعالمين العربي والإسلامي. تقدم بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم ولجميع مشارف العزاء. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.